اللوجو اللي عامله سامي الفهري للمنصه نتاعو جديده غلط، ماهوش خايب اما غلط. علاش؟ كان ينجم يكون لوجو طياره، كان جا حانوت نتاع صيغه ولا ماركه نتاع دبش. بور لا سامبل ريزون لا بسيكولوجي ديفون سيريف، عائله السيريف في التيبوغرافي عائله كبيره واسمهم مربوط بالحاجات الاليغونت لوكس كلاس كيما غوتشي ديور تيفاني بربيري. الوغ كو انت عندك بلاتفورم دو ستريمينغ، دونك ماذا بيك اللوجو يكون صاحب جو ونظيف خفيف نتاع كل يوم. والاحساس هذا يجينا من فامي سون سيريف كيما المستعملينه في نتفليكس ولا اتش بي يو والا اولو. ثانيا الاوبتيكال بالانس، مش معناها انت جيومتريكمون صحيح دونك راك باش تروق للعين ولا العين باش ترتاح كي تشوفك. دونك انا اول ما شفت اللوجو حسيته مجبد من الفوق وضيق من اللوطه، دونك عندنا لا فورم ترابيز الوغ كان ينجم يكون ازين كان جيت الفورما مربعه والا مستطيله. ثالث حاجه الشوا متاع الاسم لهنا ياسر صعيب، كان ينجم يكون الاسم قصير كيما فهري تي في ولا سيمينا ولا سيمي تو سامبلومون. بالعكس لهنا يولي عندك افونتاج انك تنجم تعمل لوجو باللاتان ولوجو بالعربي كيما بار اكزومبل شاهد تي في، على خاطر الاسم تاع البلاتفورم باش يتقال في اليومي متاع كل مواطن. دونك ماذا بيك اسم يكون ترندي وساهل مش سامي الفهري. بار اكزومبل ما نجمش نقول هاني سبت عشيه سامي الفهري اند تشيل بار اكزومبل، ولا هاني حليت سامي الفهري باش نتفرج في شويه مسلسلات، فهمت؟ اما اذا كنت تحب تعرفوا كيفاش انا كنت نخدم اللوجو كان سامي الفهري كلمني كومونتي، قسم بالله عريبه زعيمه كنت نبر قسم تراه ورينا شنو تنجم تعمل تراه. دونك